شوفوا ليكو جابوا بنات جداد بس شكلهم كتير مبهدلين. ما هي صفوا منيح، شدوا حالكم، جدي ارفعوا روسكم لفوق وقفوا منيح. هدول بأحسن الأحوال ممكن يقبلوهم خدامها. ولا حركة إلا ما بدي اسمع أي صوت أبدا. يا بنات لا تخلوني اطلعها، يلا على غرفكم. مع مين عم بحكي؟ على غرفكم، احسن ما اصل لسانك انت وياها. طلعي هاي مو جهنم مثل ما قلتي. طولي بالك لسه ما شفنا شي من شرهم. خذوا اللي اخترناهن على الحمام وخلي الحكيمة تعينهم كلهم. الباقي نزلهم لتحت وبكره الصبح منشوفهم. شيل ايدك عني، عم اقول لك شيل ايدك عني. شو ما عم تفهم؟ سيدي الله يلعنكم انتوا واصركم وسلطانكم. لك سيدي اتركوني. شو عم بيصير تحت؟ ومين قليلة الأدب يلي عم تصرخ هيك؟ الموت احسن لي. هدول البنات اجوا هدية للسلطان من الكير. انا ما بدي اعيش هون، اتركوني. حاجة عيطي جيبوا لي اياها وانا بعرف بحاسبها. وينك يا فريال؟ عائشة تعوا معي تفقدوا الغرفة الخاصة مرة تانية، بدي كل شي يكون تمام. ماشي؟ يي شو محظوظة، رح تشوفي غرفة السلطان. يا ريت لو فيني اجي معكم. يلا لشوف تحركي انت وياها. يا لطيف شو بتجروا. عائشة شو عم تستني؟ يلا يا فريال يلا يلا تحركوا بسرعة انت وياها. اترك هاي سمينيا، استعفتي منيا سباكي. نيكريتشي زاسكنيس اسباكورسيا. منيا سيكلون بريفزلي فياتت اوسمانسكي ات سباسيتي باماجيتي فيدنا شتوفي سيلنا يا بغاتا يا جنشنا سكاجيتي اتا مشتوفي استافي لي منيا اتو اوبيوتي بيا. انت ملك السلطان سليمان، هلا هو يلي بيقرر موتك او حياتك. اياه خدوها. بس انا ماني ملك لحدا بالدنيا ومستحيل كون جارية. اتركوني، لا تتركوني، شيلوا ايدكن عني. لا تواخذيني يا مولاتي، انا بوعدك ربيها لهالبنت. اذا تمردت او حاولت تكبر راسها عاقبيها وما تقصري معها.